أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لفقرة ونخصصها للإنشاد الديني. يعتبر الإنشاد الديني المصدر الأساسي لفن الغناء العربي، وللإنشاد الديني أكيد قصة تؤكد كتب التراث بأن بدايته مع بداية الأذان، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الدينية في الإنشاد بالأشعار الإسلامية. ومعنا اليوم خلينا نرحب بضيوفنا نرمين. أكيد عفاف، خلينا نرحب بضيوفنا. معنا اليوم مدير فرقة البدر المنير السيد جهاد قويدر، أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. الله يبارك فيكم. وأيضا معنا السيد كنان زركلي، أهلا وسهلا فيك حضرتك منشد بالفرقة. وأيضا السيد نور الدين، أهلا وسهلا فيك. وعازف الإيقاع حسان الجراح، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نبدأ هيك حديثنا حابين نبلش بإنشودة. إيه على رأسي تصبيحة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم على الجميع. أهلا وسهلا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله. تشوقت روحي لشط الوادي، العظيمة وآمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واشترائي وزوري وافترائي
وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة. ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يطيب البال والعيش يصفو لي نعيما. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. الله يسلمها الصوت. يسعد صباحكم مرة ثانية. خلينا نتعرف من حضرتك سيد منير على اليوم الأناشيد الدينية، عم تطرح أكيد مواضيع، خلينا نتعرف على هي المواضيع اللي عم تم تداولها من خلال الأناشيد الدينية. تمام الله يعطيكم العافية، إن شاء الله رمضان كريم على الجميع، على بلدنا الحبيب. والله بالنسبة للأناشيد يعني سبحان الله الأناشيد يعني العلاقة بالمتصلة بالدين بكل يعني أمور الدين. يعني إذا فينا نقول أنه الأناشيد يعني فيها أول شيء مناجاة لله عز وجل وابتهال والتذلل بين يدي الله عز وجل والاعتراف بالتقصير بين يدي الله عز وجل، وفيها المديح كمان، مدح سيدنا رسول الله بصفاته بأخلاقه بشمائله بسيرته بغزواته بآثاره، كل هي لحنا من أولى بالأناشيد. يعني سبحان الله من هين فيها ومن سر فيها وقت بنذكر هي الشغلات. كمان في كتير قصائد وأناشيد العلاقة مثلا بالمحبة الناس بين بعضها، العلاقة مثلا بالتعامل بين الناس، قصائد مثلا وأناشيد بأحوال الجنة والنار، قصائد مثلا بر الوالدين، في كتير قصائد بالمواضيع هي. في كمان قصائد مثلا تقال مثلا وقت العريس بالأفراح، في قصائد مثلا حدا مثلا إجا ابنه من السفر كذا ممكن يكون مولود إذا إجا كمان فيه له قصائد. يعني شو ما بتقولي أي شغلة تخطر ببالك في لها قصيدة، وفي لها مثلا قصيدة ملحنة حتما. يعني الحمد لله الإنشاد بيعمل بلدان وعم يتطور، وإن شاء الله هيك ربي يتقبل منا. آمين يا رب. سيد جهاد، خلينا نحكي أكثر عن تاريخ اليوم الفرقة. نحن عم نحكي عن البدر المنير، عن إنشاء، عن الحفلات يلي بتقوموا فيها. والله نحن بفضل الله عز وجل الفرقة صلى من سنة 2000 بفضل الله عز وجل 24 سنة صلى الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله مستمرين الحمد لله، والله يجعل أعمالنا خاصة لوجه الله. وتقريبا نحن الفرقة يعني 10 أشخاص أو 11 فيهم اخواتنا الكرام الطيبين يعني بالفرقه، وفي 2 عازفين ايقاع، وفي الباقي ما اجوا مجولهم تحيه يعني. اكيد كل التحيه. الله يخليك يا رب. والحمد لله نحن نشأنا وبلشنا يعني بدايات كانت من المساجد، من الموالد، من الجوامع الحيه القريبه، والحمد لله انطلقت الفرقه بفضل الله عز وجل الى الان الحمد لله. وفي عندنا حفلات وفي مشاركات وفي على الفضائيات الحمد لله. في مشاركات خارجيه؟ والله بالمحافظات. ان شاء الله ربي بيكرمنا هيك قريبا. الله يخليك. بالمحافظات الحمد لله، والاسبوع القادم عندنا بمحافظه اللاذقيه الحمد لله مهرجان يعني، والمحافظات وعلى الفضائيات وضمن الشام والارياف موالد وافراح، والحمد لله ان شاء الله الامور هيك بخير. الله يجعل اعمالنا خاصه لوجه الله. حابين نسمع لسه من الاناشيد دايره. على راسي. الله يبارك فيك يا رب. عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء. عزي أنت عزي يا رسول الله،
جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار، يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار، يا خيرة الأخيار يا خير خلق الله، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، غزالة الوادي نادت على الهادي، غزالة الوادي نادت على الهادي، اضمن لصيادي يا خير خلق الله، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، الطب ماذا قال يشهد له بالحال، الطب ماذا قال يشهد له بالحال، لأنك المقدار يا خير خلق الله، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، أينما تمشي تقول، أينما تمشي تقول كن شفيع يا محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، هذه دنيا كساء اجعل الأعمال طاعة، هذه دنيا كساء اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة، واشتري خير بضاعة، شرعة الهادي محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا، دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا، حين أخلصنا وخلينا السوى، حين أخلصنا وخلينا السوى، بدل الله بعلم جهلنا، دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا، دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله
حبلنا حبلنا خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا ما أنت إلا كنز العطية يعطيكم ألف عافية يا رب أكيد ويسلم هالصوت. خلينا نحكي حكينا عن أنواع الإنشاد الديني حكينا عن المواضيع خلينا نحكي عن الإيقاع اليوم في حالة روحية أي حدا بيسمع الإنشاد الديني بيقدر بيوصل له ويستمتع فيها خلينا نحكي عن أدواركم أيضا ضمن الفرقة وخصوصا دور الإيقاع تماما والله سبحان الله الإيقاع يعني مثل ما بيقولوا يعني هو المقود شلون ربان السفينة إذا بده هو المقود يعني هو بياخذنا يمين وبياخذنا يسار أخونا حسان الجراح هو يعني بإيقاع أنا وياه بفضل الله من سنة 2000 بدأنا الفرقة عمر أي والله وأغلب الفرقة الحمد لله الموجودة واللي ما أجوا معنا كانوا معنا من البدايات والله فالإيقاع أساس سبحان الله هو الوزن هو الوزن للعمل يعني لما يكون النشيد عم يتأنشد تسمع معه الوزن ماشي فهون بيكون بيعطي جمالية سبحان الله والإيقاع منوع كتير يعني في عنا الآلات في آلات من قديم ما كانت كانوا من زمان كان يعني مو من زمان كتير يعني كانوا مثلا يشتغلوا من دون إيقاع أو بآلة واحدة كانوا بالدف يعني مثلا قاعدين 10 منشدين 12 منشد مجلس في عالم كتير يكون آلة واحدة مثلا وفي سرور والحمد لله مع الأمور تطورت سبحان الله الدنيا وصار في مثلا إيقاعات تانية في مثلا الدرمز في الرتميك في الرق في آلات كتير يعني كله سبحان الله عم يعطي يعني جمالية وفي سبحان الله يعني بالجوامع مثلا بالنسبة للسحر الأموي يعني العرف أنه ما في إيقاع هيك بدأوا هيك بلشوا بيشتغلوا مثلا الفرقة كلها من دون إيقاع كمان في روحانية وفي جمالية والله إذا بتحبي موضوع الإيقاع بحكي خلال دقيقة أخونا حسان محسن خليه خلينا على المصاطة معلش تفضل أخي حسان أكيد هو أستاذ ما شاء الله أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك صباح للمشاهدين إن شاء الله أهلا وسهلا فيك يعني أضاف جهاد ما شاء الله حوله أستاذ جهاد أستاذنا أضاف ما قصر يعني بيتنوع الإيقاع إن شاء الله هو اللي بيعطي جمالية للشغل طبعا يعني هن بجملوا أنا يعني بزين أنا إن شاء الله يعني بحاول أني يعني يكون خادم ألون إن شاء الله الله يكرمك يا رب. من أي ما تتعل بالإيقاع حضرتك يمكن سمعت سنين طويلة أي أنا والله كنت صغير وقت ما كان عمري 5 سنين وهلأ ما حاول قديش عمري عمر صغير العمر كله الله يسلمك من وقت ما كان عمري 5 سنين الوالد الله يرحمه يعني كنت روح معه على المجالس روح معه على الحضرات يعني اشترى لي دف جلد كانوا دفوف الجلد بيرخي هيك بالبرد يعني بيحموا كذا اليوم كثير الامور تطورت من فضل رب العالمين اختلفت الالات اي طبعا هو من وقتها يعني مو بايدي يعني انا بقعد يعني وين ما كان على المقاعد على الحيطان بدمك الموضوع بدمي ايه والله الحمد لله وان شاء الله تطور يعني تطور الموضوع واخذت عن دراسه بعدين ان شاء الله ان شاء الله يا رب بدنا نعرف من حضرتك استاذ جهاد قد ايه نحن خصوصا هلا بشهر فضيل شهر رمضان المبارك قد ايه مدى تاثير الانشاد الديني على الناس خصوصا بهذا الشهر والله الانشاد يعني اذا فينا نقول هو نوع من انواع الدعوه نوع من انواع الدعوه يعني ممكن يكون الانشاد او النشيد في تاثير على الناس اكثر من الكلمه مثلا اذا حدا حكاها او خطيب مثلا لانه عم يتميز الانشاد عم يكون فيه لحن الناس بتحب اللحن بتحب هيك سبحان الله هذا الشيء بالفطره اكيد بالفطره فاذا كان الانشاد مثلا مصحوب بصوت جميل اذا مصحوب بلحن جميل مصحوب مثل ما قال اخونا حسان انه في ايقاع كذا جميل طبعا فبجوز الواحد يعني يسمع يوقف يسمع شو هذا الكلام شو هذا بصير بيسمع بالنشيد يعني والنشيد مثل ما قلت لك كله متصل بالدين يعني واليوم سبحان الله تطور الانشاد الحمد لله وكل ما له عم يعني عم يأثر بالناس اكثر وعم تعزز مكانته بالبلدان الاسلاميه بالبلدان العربيه وفي الحمد لله يعني في ناس يعني بتسمع الانشاد بتنهدم من الانشاد ممكن نسمع نصيحه نسمع كلمه نسمع دعوه نسمع مناجاه نسمع حب مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
بجوز مثلا تزداد عشق الناس بالموصوف اللي عم نحكى بالإنشاد بسبب القصيدة هي إذا كان فيها صدق. صحيح. ولازم المنشد سبحان الله يكون كمان يعني عرفان شو عم يقول، كمان هي شغلة مهمة كتير. يعني ممكن مثلا المنشد يسأل سؤال، مثلا كنا عم نعمل حفلة مثلا إحنا صارت معنا كتير، بيجي أحد الأشخاص مثلا إنه مثلا هالجملة اللي إحنا قلناها شو معناتها، بده يكون المنشد في عنده إلمام، في نوعا ما يعني دراسة، وفي عنده يعني تهيئ للقصائد اللي عم يقولها لحتى هي بتخرج من القلب تدخل إلى القلب الناس. فالإنشاد يعني اللي بتلاقي الناس مثلا ما أنت ماشي بالطريق مثلا تلاقي بالسيارة حاطين مثلا أغاني، حاطين مثلا أغاني أندلسية قديمة في إلى معاني، حاطين مثلا أناشيد للمرشدين، حاطين كذا، خاصة برمضان سبحان الله، يعني شهر رمضان شهر الخير، شهر البركة، شهر الإحسان، شهر في ليالي القدر، شهر في ليالي مفردة. هالأيام هي بتجلى برمضان، بتصفد الشياطين برمضان، بصير يعني الإنسان بتجي أكثر نحو الخالق الباري عز وجل. فكمان الإنشاد هو نوع وسيلة لحتى يصل الإنسان، يعني تلاقي الواحد ماشي سبحان الله عم هيك لا شعوريا عبي مثلا عبي أنشد أو عبي دمدم بقصيدة معينة بأمر معين بتلاقي. فهذا الإنشاد هو سبحان الله يعني بالقلب ماشي والله، وسايب القلب يعني الحمد لله. ومهمة ما قلت لك يكون في معنى، يكون في شيء واضح، يكون في كلام جميل، فإن شاء الله بيأثر بالناس وبيدخل إلى القلب وفي هداية إن شاء الله تعالى. إذا كان في صدق في مثلا كلام واضح، في كلام معاني مثل ما قلت لك، أي شيء بيخطر ببالك من إنشاد أي معنى بيخطر ببالك فيه له أناشيد بالتوبة لله عز وجل، بالنصح بين الناس، بمحبة الله، بمحبة أولياء الصالحين، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين، بالصلح بين الناس، بالمحبة الناس، بأحوال الناس، أحوال الجنة، أحوال الآخرة، كل هالأمور هي في إلى قصائد. فإذا كانت عم تتأدى بشكل جميل، بصوت جميل، عم تتأدى بحرفية يعني خلينا نقول نوعا ما، يعني إن شاء الله بتأثر بالناس ويكون فيها إن شاء الله خير هيك. وجو رمضان لازم يكون فيه إنشاد. صحيح أكيد. يعني لازم يكون فيه إنشاد بالأموي، بالجوامع. هلا في جوامع ضمن التراويح بتلاقي نهاية التراويح وقت 20 ركعة يكون في وقفة إنشادية. بالعشر الأخير الحمد لله بالليالي المفردة 21 و23 و25 وليلة القدر 27 إن شاء الله يكون في إنشاد. فقرة أساسية، مادة أساسية لازم يكون في إنشاد، بيروح عن النفس سبحان الله وبيعطي هيك جو، وربي يتقبل هيك ويجعل أعمالنا خاصة لوجه الله. أمشي الصدق أكيد إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بكل خير، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وأنتم بألف خير، ووطننا الحبيب بخير، وقناة بخير. نحن هي السنة الرابعة بنجي لعندكم، أهلا وسهلا، والله هيك يجعلها يعني إن شاء الله فيها القبول، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميعا، والعاملين بهالقناة إن شاء الله فردا كلهم بخير. شكرا كثير لوجودكم معنا، حليتوا صباحنا اليوم ودائما كل سنة نعطيكم إن شاء الله رمضان الجاي أيضا. شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا.